أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أقتحم قوما ولا أكثرهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى القوم مقمحا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نمتحن كتب ما قدم وآثار وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا قرية إذا جاء إذا أرسلنا إليهم رسلا فكذبوها وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم بشيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طيبنا بكم لئن لم تفتحوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يضل عني ضري لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لأعلم ضلالا مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ذلك قومي يعلمون. بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإلى القوم دون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منذرون. وآية لهم الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومن يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما أتريتهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى أتى موعد قديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون.
وهو الخلاق الأليم.
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.